تلقت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 2085 بلاغا خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك عبر نظام الوطني للمقترحات وشكاوى تواصل، حيث تم الرد على 2028 بلاغا بمعدل 97.26%، وتبقى 57 بلاغا قيد الإجراء والمتابعة. أكدت الوزارة أنها لا تتوانى عن خدمة المواطن وتلبية طلباته واحتياجاته، حيث استحدثت إجراءات جديدة لمتابعة الطلبات المستعجلة من أجل تحقيق السرعة في تنفيذ وتلبية طلب المواطن والمقيم. وأكدت الوزارة أن نظام التواصل احتل خلال الربع الأول من العام 2020 المرتبة الأولى من اهتمام المواطنين بنسبة 82% كوسيلة للتواصل والإبلاغ عن الطلبات.